بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. تكلمنا في اللقاءات السابقة في موضوع حماية الصغار، حماية النشأ والشباب من الانحرافات الأخلاقية والسلوكية، ومنها ضرورة مراعاة سلامة الفطرة، نحافظ على سلامة الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق عليها، وإن الشرع الشريف اهتم فعلا بالنشأ اهتمام شديد جدا، وهناك الكثير من التوجيهات والتعاليم اللي لابد أن الأباء الأمهات المربين يستذكروها جيدا عشان يقدروا ينشئوا هؤلاء الصغار والنشأ عليها. فوجه الشرع الشريف الوالدين والمربين إلى ضرورة رعايتهم لأولادهم وتعليمهم الأداب الطيبة والأخلاق الحسنة، وإن إحنا كمان ندربهم على ما يؤهلهم للتكليف قبل بلوغهم السن الشرعية. وشفنا في الحلقة الماضية كيف إن الشرع الشريف بيوجه إلى ضرورة إن إحنا ندربهم على الصلاة، ندربهم على التكاليف الشرعية، ندربهم على ستر العورة، على كثير من الآداب الطيبة والأخلاق الحسنة والتعاليم الشرعية اللي فيها بناءهم البناء الإيماني القوي. ومن أهم ما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام هو طريقة التعامل مع النشأ، يعني إزاي أنا أتعامل معاهم لما عاوز إني أوجههم للأخلاق الطيبة وللآداب اللي المفروض ياخدوا بالهم منها وللشرع الشريف. الطريقة مهمة جدا، الطريقة والكيفية اللي بيحصل بيها التوجيه والتعليم لهؤلاء الصغار. ولينا وقفة وإحنا بنتكلم في الموضوع ده، وقفة مهمة جدا مع حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الحديث ده لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو كان لسه غلام صغير، لما قال رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني هو بيروي لينا ابن عباس المروية دي، والحديث ده مهم جدا، ويمكن أغلب ولادنا حافظين هذا الحديث، لكن احنا عايزين ولادنا والنشء يعيش أكتر من خلال التوجيهات والتطبيقات مع معاني هذا الحديث المهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يحمل هذا الحديث الشريف معاني كتيرة وعميقة. الحديث ده نقدر نعتبره منهج شامل في تربية الأبناء على القيم الإيمانية والأخلاقية، وما يترتب على ذلك بلا شك من أفعال وسلوكيات. بتجد هنا إن توجيه النبي عليه الصلاة والسلام بيهدف إلى تعليم الصغار أهمية الارتباط بالله في كل جوانب الحياة، يعني كل التحركات وكل السكنات وكل التصرفات بعود ولادي النشأ الصغير على إنهم يربطوها بالله العلي القدير. ومن أهم ما يمكن يعني رصده في هذا الإرشاد والتوجيه النبوي الكريم مجموعة من النقاط
طبعا الحديث ده يحتاج إلى حلقات، لكن احنا هنقف على بعض النقاط عشان نشوف الدروس المستفادة في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بالذات في توجيه النشأ والصغار. أول حاجة، إذا أنت بتقرأ الحديث ولك فهم باللسان العربي، بتجد أنه طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في توجيه النصيحة والنصح للصغار جاءت بطريقة النداء. النداء معروف في اللغة العربية للتودد والتلطف لمن تناديه، فتقول يا فلان، فده معروف أنه في اللغة أن فيه تودد وتلطف للذي تخاطبه. فهنا وجه النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء أولا، اللي كله لطف من أجل تحقيق التواصل الفعال مع ابن عمه الصبي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، اللي هو نفسه راوي هذا الحديث. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بنداء رقيق، يا غلام، وده أسلوب بيظهر اللين والرحمة والشفقة ورعاية المرحلة العمرية اللي فيها سيدنا عبد الله بن عباس. فتجد إنه من خلال هذا النداء اللي كله رفق ورحمة، واللي النداء ده يا غلام بيعكس الأسلوب النبوي الشريف في إن إحنا لما نتكلم ونتحدث مع الأطفال لازم تكون طريقتنا فيها لطف وفيها احترام، فيها لطف وفيها احترام. ليه؟ لأن ده بيعزز ثقتهم بأنفسهم. ما تكسرش في الصغير لما تلاقيه على خطأ، هو لسه صغير محتاج المربي يوجهه، محتاج الوالدين يوجهوه، محتاج من في ولايتهم ان هم ياخدوا بايديه للصواب. فمش من الصح ابدا ان انا اما اجد الصغير على خطأ ابتدي انزل عليه بمعاول الهدم واكسر في شخصيته وازعزع ثقته بنفسه. لا، ده أنا لازم أعزز ثقته بنفسه، فلما أكلمه بود وحب أنا بعزز الثقة دي وأشعره بالمودة والرحمة والرفق والحب والرعاية. فلا يخافوا من النصيحة، لا يخافوا من النصيحة ولا يكرهوا التوجيه اللي أنت عايز تقوله. هذه الطريقة بتعلمنا أن التربية بتحتاج بلا شك إلى التواصل الفعال اللي مبني أساسا على الود. تعالى يا حبيبي، تعالى يا بنتي الجميلة، إيه الجمال ده، إيه الشياكة دي، إيه الوجه البشوش ده، الله تبارك الله. فأقدم الكلمات اللطيفة الطيبة الرقراقة اللي تخلي ابني أو بنتي أو تلميذي وتلمذتي يحب اللي جاي بعد كده، عايز يسمعه، عشان ساعتها هيكون الطفل مستعد لتلقي النصيحة والتوجيه دون رهبة أو نفور، لا هو مرعوب وخايف ولا هو مش عايز يسمع أصلا النصيحة. من المعاني برضو المهمة اللي نفيد منها إنه في هذا الحديث الشريف المبارك إقرار لمبدأ مهم في رعاية التصرف والسلوك، وهو احفظ الله يحفظك. يعني التوجيه ده بيحمل رسالة أساسية، وهي إن طاعة الله سبحانه وتعالى، ما أنت احفظ الله يحفظك، يعني احفظ أوامر الله تعالى، وحفظ أوامره هي طريقة الحماية والنجاح في الدنيا والآخرة. فأنا بزرع المعنى ده في نفس صغير زي البذرة اللي بترميها في الأرض وبترعيها فتترعرع وتكبر مع مرور الزمان. كده المعاني العالية الراقية أرميها وأكررها مرة واثنين وثلاثة ولا أفتر أبدا، وأتخير الأوقات اللي ابني أو بنتي يسمعني فيها، وأتخير كمان العبارات، وأخلي بالي من المرحلة العمرية أنا بكلم مين، عمره قد إيه، صبي صغير ولا مراهق ولا شاب. ده بيفرق جدا في إن أنا باخد بإيدين اللي قدامي. النشأ احنا بنركز عليه وبنركز على كل الأجيال، لكن النشأ الأساس لما النهاردة أنشئه على الطيب وعلى الجميل، في الأسلوب، في الطريقة، في التوجيه، في المعاني اللي بزرعها، بحصد ده وبيكون سهل عليه ويسير بعد كده في حياته. وده حتى أنا ما بزرع المعاني دي زي هذا المعنى إنه احفظ الله يحفظك، ده بيتوافق مع آيات كتيرة جدا في القرآن الكريم. وأنا بوجه
لا مانع أقول الآية، أقول الحديث، أقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا كل ما براعي أوامر ربنا فيا، أحافظ على صلاتي، أسمع الأذان ما كسلش، أحفظ لساني من إن أنا أغتاب، أشتم، أسب، أبقى كده بتكلم الكلام من غير تفكير، لا، فعلمه ينشط مراقبة الله في تصرفاته، في الكلمة، في التصرف، في النظرة، غض بصرك عن الشيء اللي ما ينفعش إنك تبص عليه. كل ده حفظ، حفظ لله، حفظ لأوامر الله، حفظ لتوجيهات الله سبحانه وتعالى. فحفظ الله للإنسان بيأتي نتيجة طبيعية لحفظه لأوامره واجتنابه نواهيه، وده من أهم ما ينبغي إن احنا نغرسه في نفوس النشء وهم لسه صغار، مراقبة الله تعالى في تصرفاته. من المعاني كمان المهمة جدا اللي بنستقيها من هذا الحديث المبارك هي الحديث، يعني واحنا بنتكلم مع أولادنا وبنوجههم وبنربيهم وبناخد بإيديهم، نبني بناء الثقة اللي كنا ابتدينا الكلام عنه، بناء الثقة، بناء الثقة في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله. أبني المعنى ده مهم جدا، فمهما يمر بحوادث في الدنيا، لأن الدنيا طبيعتها أنها دار كدر، دار مشقات محتاجة من الإنسان صبر على ما هو فيه. فأبني، أأكد على معنى الثقة وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين. فبقول له أنت بتقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، تاخد بالسبب. أنا عندي امتحان وداخل عندي امتحان، ودي المشكلات البسيطة اللي يقابلها الجيل الصغير، خايف من مادة، خايف من امتحان، بيذاكر، بياخد بالأس. أقول له ذاكر وناخد بالسبب واستعن بالله، مش أنا عملت اللي عليا، أستعن بالله. أزرع له المعاني دي في تفاصيل حياته اليومية، رايح تمرين وخايف إن هو يخسر في الـ 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 الرياضة اللي هو بيلعب فيها، أقول له أنت تعمل اللي عليك وتتدرب وتاخد بالأسباب وتستعن بالله، تسأل الله. يبقى أنا بعوده، أوقظ المعنى ده في قلبه، إن أي حاجة في الدنيا أنا بعملها أعمل اللي عليا، لأن إحنا مخلوقين، ربنا خالق الدنيا وأقامها وأوجد أسباب، لازم الإنسان المؤمن ياخد بكل الأسباب ويجيد في الحاجة اللي هو بيعملها، وأنا في كل ده بستعين بالله. يبقى ما بيغيبش عنه، أو ما بيتغيبش عنه معنى إن هو يستعين بالله سبحانه وتعالى. التوجيه ده بيعزز في نفس النشء المفهوم الحقيقي للتوكل على الله سبحانه وتعالى. فما نشوفش أجيال طالعة ما بتشتغلش، مكسلان في عمله، ما بيعملش اللي عليه وفاكر إن السماء بتمطر ذهب وفضة، لا، ده أنا من صغره أقول له أنا المفترض إني أنجح فلازم أذاكر، المفترض إن أنا أتدرب كويس عشان أجيد الرياضة اللي أنا بلعبها، المفترض إن أنا بعمل أي حاجة أحاول أدرسها وأفهمها كويس جدا عشان أقدر أديها على أحسن صورة. بغرس المعاني دي فيه وإنت بتعمل اللي عليك، وما يعطيه الله لك إنت راضي بيه. فبغرس فيه الطفل قيمة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وحده في كل أمور الحياة بتاعته، مع تمام الرضا والتسليم، لأنه هو ده التوكل وحسن التوكل على الله. وإنه كمان بزرع فيه معنى إنه يجتهد ويسعى بكل ما أوتي من قوة، وهو في السعي بتاعه ده لازم يعود قلبه في كل أحواله إنها ما تبقاش متعلقة بالأسباب، لا، أنا لازم أذاكر، لكن النتيجة اللي هتيجي دي بتاعت رب العالمين سبحانه وتعالى. ودايما كنت أقول لأولادي وحتى لتلامذتنا، أنت أعمل اللي عليك، مش مطالب اقول لك هات المجموع الفلاني والحاجه، لا، اعمل اللي عليك، ادي ما عليك واتقن اخذ بالاسباب، ذاكر واجتهد ونظم وقتك ونام كويس وكل الاكل الصحي وخد بكل الاسباب اللي تعينك على انك تنجح. لكن قلبك ما يبقاش متعلق بالمذاكره، ما يبقاش متعلق بالاسباب، انما متعلق
يكون القلب متعلق بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. والتوجيه بالكلمة طبعا بيحتاج إلى أنه أثناء تطبيقات ولادنا لو في أخطاء بيعملوها نصححها، بس نراعي برضو وإحنا بنصحح الأخطاء ما نبقاش منفرين، إنما نكون بالراحة ونرفق بالصغير، لأن دي مرحلة إنه بيتعلم منك، فأنت بتنهر إيه؟ بتزعق، ده طفل صغير، فلو شفته بيعمل حاجة قول له لأ ده ما ينفعش إن أنا أعملها، بس يكون بأسلوب فيه رفق زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كمنهج حياة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه، أي عابه. من خلال قراءتنا للسيرة النبوية بنشوف دروس مهمة في توجيه الصغار والنشأ وعدم إهمال توجيههم وعدم إهمال تربيتهم على القيم الإيمانية والشرعية. يعني مثلا من المواقف العملية في السنة اللي جت في السيرة جت في السنة النبوية، تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بيصحح مواقف الصغار لما تكون ليست موافقة للشرع، ومع يعني وده كان بيحصل في مواقف كتير، من ذلك ما حصل مع اللي حصل مع سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه وهو صغير، لما جه خد من تمرة من تمرات الصدقة ليأكلها، وما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وآل بيتي لا يأكلون من الصدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: كخ كخ، يعني ما تاكلهاش، خرجها، أما علمت أن الصدقة لا تحل لنا؟ فوجهه إلى الأمر الشرعي ونبهه إلى تصحيح الموقف. كلمة كخ حتى موجودة في العامية بتاعتنا، هي كلمة تقولها العرب للتنفير من فعل شيء، ما تعملش ده. والموقف ده بيعكس إنك ما تشوف ولادك، شفت ابنك ما بيصليش، قل له لا يلا صلي، وتاخده مرة معاك المسجد وتصلي بيهم الجماعة في البيت، لقيته بيكذب تقول له لا المؤمن لا يكذب، لقيته بيشتم وقفه قل له ما تشتمش، انت بتنكت لك سيئة، بتكتب لك سيئة، وسيئة على سيئة على سيئة، القلب بتاعك يضلم. دي الطريقة، ما شفش ابني بيعمل غلط قول لا معلش اصل لسه صغير. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى صغيرا على خطأ إلا وجهه، وده كانت هدي نبوي كريم. ازرع النهاردة، نظف الأخلاق المش كويسة في الصغر، عود على الطيبات من الأخلاق والسلوكيات الحسنة والأداب الطيبة، وجه إلى كل معروف وخير عشان يبقى سهل عليه بعد كده إنه يعتاد القول الحسن والفعل الطيب، وكل شيء من شأنه يرضي المولى سبحانه وتعالى. هتشوف النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة النبوية كيف إنه بيعلم الأطفال عليه الصلاة والسلام بشكل عملي. ارمي تمر ده ما لناش ان احنا ناكله، كخ، بيقول للحسن ليعوده ان في حدود وهناك حلال وهناك حرام، وفي الوقت نفسه بيرشدهم الى حفظ حدود الله حتى في ابسط الامور. وختاما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، ده نموذج تربوي متكامل للوالدين، ومش للوالدين بس، والمربين والمصلحين في كل مكان، في كيفية التعامل مع النشأ. وهذا التوجيه أيضا بيغرس في نفوس الأطفال القيم الإسلامية الكبرى، زي تقوى الله سبحانه وتعالى وحفظ حدوده جل جلاله والاعتماد عليه وحسن التوكل على الله. والتربية النبوية يعني ليست فقط قائمة على التعليم النظري زي ما شفنا، لا، ده هي توجيهات، وهي برضو معتمدة على القدوة الحسنة والتوجيه العملي. شفت ابني بيعمل غلط بوجهه بلاش ده، اعمل ده، ده من خلق الطيبين، ده من خلق الصالحين. وكمان لا يجدني ان انا بقول له ما تكذبش ولاقيني بكذب، ما تشتمش ولاقيني بشتم، ما تسرقش ولاقيني بسرق، ما تغتابش ويلاقيني بغتاب. القدوة الحسنة سلاح مهم في غرس القيم الطيبة في نفوس أولادنا، ده بيجعل الطفل بينشأ على مبادئ
راسخة اتزرعت بثبات في نفسه بترافقه طول وطيل حياته، وبتوجهه دايما نحو الخير، وبتصرفه دايما عن الشرور.